الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن بدنا نستكمل حلول أو نعمل حلول أسئلة على تشابتر 1 كنوع من التدعيم، وحتى إنكم توصلوا لأفضل مكانة ممكنة في هذه المادة. حابين إنه نعمل لكم مجموعة كبيرة من الأسئلة كنوع من التطبيقات على تشابتر 1، وثم بعد ذلك نستكمل لتشابتر 2 وهكذا. فخلينا نشوف هذول مجموعة الأسئلة. طبعا هذول الأسئلة جبتهم من الكتاب، اخترت أفضلهم وأكثرهم شمولية حتى نغطي الأفكار اللي تم دراستها في تشابتر 1، وإن شاء الله تجدوا الشيء المناسب في هذه الأسئلة وأنكم تستفيدوا منها إن شاء الله تعالى. بحكي لي what exponential notation do the following abbreviations represent؟ اتفقنا كلمة exponential notation إنه نوضع اللي هو الأرقام على شكل الطريقة العلمية اللي هي تتكلم عن رقم ضرب 10 أس رقم، حيث أن الرقم هذا بيمثل اللي هو لازم يكون عدد ما بين 1 و10 زي ما اتفق، أو 1 و9 زي ما اتفقنا سابقا، وإنه الأس يكون قد يكون موجب وقد يكون سالب بحسب الشيء المراد تحويله. هون بيعطيني اختصارات، وهي من ضمن الأشياء اللي اتفقنا لنحفظها، وهي النظام الأمريكي. الدي هي ترمز للدي سي، وهي 10 واحد ضرب 10 قوة ناقص 1. طبعا هي احنا درسناها 10 قوة ناقص 1، لكن احنا هو بده اياها اكسبوننشال نوتيشن، فلازم نحط 1 قبلها. الواحد ما راح يأثر، لكن حتى يكون مشابه للصيغة اللي تم طلبها. السانتي 1 في 10 قوة ناقص 2، طبعا 10 قوة ناقص 2 من أي شيء. عندما اتفقنا قلنا سانتيمتر مثلا هو عبارة عن 1 في 10 قوة ناقص 2 من المتر. إذا هذول البريفيكسز اللي اتفقنا إحنا عليه. الفيم تراعي 1 في 10 قوة ناقص 15، والمايكرو 1 في 10 قوة ناقص 6، الميجا 1 في 10 قوة 6 لمليون تكافئ، الكيلو 1 في 10 قوة 3، الان هو عبارة عن 1 في 10 قوة ناقص 9، الام كانت ترمز للملي وهي 1 في 10 قوة ناقص 3، والبيكو هي 1 في 10 قوة ناقص 12. بهذا الشكل احنا استخدمنا هذول البريفكسز. الآن بدنا نتكلم عن تحويل. السؤال الثاني بده يعني أحول من فهرنهايت إلى سلسيوس والأشياء الثانية اللي موجودة في السؤال. خلينا نبدأ في إيه بداية، هي إيه، لأن إذا بتلاحظوا هو بده يعني أحول من فهرنهايت إلى سلسيوس، وبالتالي تتذكروا كانت الفكرة إنه سلسيوس يساوي 5/9 في الفهرنهايت ماينس 32. تذكروا انه هاي بين اقواس، فلو بدنا اياها بنحكي 5/9 في 72 ناقص 32. هذه بنحسبها بشكل سريع، 5 تقسيم 9 ضرب 72 ناقص 32 بيطلع عندي 22.22 سلسيوس. نشوف فرع بي، بي بده يعني احول من سلسيوس الى فهرنهايت، راح يكون عندي القانون المعاكس لهذا القانون اللي هو فهرنهايت إذا بدي إياها بيكون 9/5 في اللي هي السلسيوس زائد 32. فلو جينا نعوض بشكل مباشر راح يكون 9/5 في 216.7 ونزيد عليهم 32، فبيطلع عندي حسب الكالكوليتر، خلينا نشوف، 9 تقسيم 5 ضرب 216.7 زائد 32 يطلع عندي 422.06 فهرنهايت. نشوف سي الآن من سلسيوس إلى كلفن، طبعا هذا سريع القانون ما بده أي شيء، ما علينا إلا نزيد 273 عليها، فإذا بديها بالكلفن راح تكون 233، نزيد عليهم 273.15، فبنحصل على 506.15، 506.15 بتصير بدلالة الكلمة. نشوف الآن دي،
ديب ديالي من كلبن إلى فهرنهايت. طبعا بنلاحظ دائما من كلبن إلى فهرنهايت ما في طريق مباشر، لابد أني أروح للسلسيوس ومن سلسيوس إلى الفهرنهايت كالمعتاد. بداية بدي أحوله إلى سلسيوس، فبطرح منه 273.15 حتى يتحول عندي لسلسيوس. إذا 315 ناقص 273.15 بطلع عندي 418 فاصل سوري 41 فاصل 85 بصير سلسيوس. ثم بعد ذلك بستخدم القانون اللي هو اللي استخدمناه بفرع بي حتى أوجده بدلالة الفهرنهايت، فبقول 9 على 5 ضرب 41.85 زائد 32. ومثل ما وعدتكم إن شاء الله راح أعمل لكم فيديو مقتضب عن طريقة التحويل اللي هو باستخدام الحاسب، بحيث إنه ما أضيع وقتي بشكل طويل في الامتحان وأنا لسه أحول من شكل لشكل وبدخر هذا الوقت لأسئلة أخرى. 107.33 فهرنهايت، وفي عندي إي اللي هو بده أحول من فهرنهايت إلى كلفن، فنفس السيناريو بدي أحول بداية من السلسيوس، فبقول 5 على 9 فكرة فيه خطأ. لا مش خطأ، نعم صحيح، الفهرنهايت لسلسيوس، أي نعم في الفهرنهايت اللي هو قديش الفهرنهايت، نعم هذاك لأنه كان كلفن، البداية كانت كلفن لفهرنهايت فاضطرينا نحول لسلسيوس، الآن فهرنهايت لسلسيوس ثم لكلفن. فنعم الطريقة سليمة 100%. 2500 ناقص 32 لو حسبناها 5 تقسيم 9 ضرب 2500 ناقص 32 يطلع عندي 2، لأنه شاكك في الرقم أنا بصراحة، يعني رقم غريب، بس على كل 8 مرة 5 ضرب 2500 ناقص 32 بطلع عندي 1371.11 زي ما بدهم، ما عندنا مشكلة. ثم بعد ذلك بدي أحوله لكلفن، فبدي أزيد على هذا الرقم اللي هو 273.15 يطلع عندي بدلالة الكلفن، إذا هذا زائد 273.15 يطلع عندي 1644.26 بدلالة الكلفن. أخيرا اللي هو بدي أنا أحول من 0 كلفن لفهرنهايت، فهنا لازم أحول لسلسيوس كالمعتاد، فبتصير بدلالة السلسيوس اللي هو بدي أطرح 273 فبصير ناقص 273.15. بعد ذلك من سلسيوس إلى فهرنهايت، يعني بدي دلالة الفهرنهايت، بقول 9 على 5 ضرب سالب 273.15. تذكروا هاي الحرارة اللي نسميها absolute temperature اللي هي الزيرو كلفن زائد 32، 9 تقسيم 5 ضرب سالب 273.15 ونزيد عليهم 32 بطلع عندي 459.67 طبعا بالسالب فهرنهايت. ما عندنا مشكلة إنه يكون سالب الحرارة، طبعا نعرف هذا الشيء. نشوف هذا السؤال، بيحكي لي كيوب أوف أوزميوم ميتال. طبعا الأوزميوم يا جماعة هو يعتبر من أعلى الفلزات كثافة، هو أثقل فلز موجود في كل العناصر المذكورة في الجدول الدوري، يعني له كتلة له كثافة عالية جدا، يعني لو جبت قطعة صغيرة منه بحس حالي حامل كأنه وزن ثقيل نتيجة أن الكثافة تبعته عالية جدا. على كل أنه عندي مكعب من هذا الفلز، الضلع تبعه لهذا المكعب 1.5 سنتيمتر، وكتلته المكعب قد ومعطيني الحرارة، بده الدنسيتي عند هذه الحرارة. طيب ببساطة احنا وش بدنا نوجد الفوليوم حتى نتمكن من حساب اللي هو الدنسيتي، بداية هاي ايه لابد من إيجاد الفوليوم. تعرفوا أنتم الحجم للمكعب بدي أضرب الضلع في 3، يعني في نفسه، أو عفوا أكعب اللي هو الضلع، يعني الضلع في نفسه مرتين،
أو 3 مرات يعني. 1.5 أس 3 بيطلع عندي 3.375 سنتيمتر تكعيب طبعا. الآن عندي الماس، فبالتالي بوجد الدنسيتي اللي هي عبارة عن الماس على الفوليوم. يعني انتبهوا على هذا النمط من الأسئلة، ممكن يحاولوا إنه يخدعوكم، لأنه في طلاب راح يطبقوا بشكل مباشر يستخدموا الفوليوم، وهذا الحكي خاطئ. بدك تنتبه إنه لازم يكون عندك الحجم بداية حتى أقدر إني أحسب اللي هو الدنسيتي. لاحظوا الدنسيتي عالية جدا لهذا الفلز، وزي ما ذكرنا هو أثقل العناصر أو أعلاهم كثافة. على كل، أنا كتبت بهذه الطريقة جرام ضرب سنتيمتر ناقص 3 أو جرام على سنتيمتر تكعيب، وهي اتفقنا عليها في المحاضرة. الآن بده بي ذا دنسيتي أوف تيتانيوم، معطيني الدنسيتي المطلوب إنه أحسب الماس. displaces 125 مل فولتر. هلا فكرته يا جماعة هون، يعني كلمة displaces هو نفسه الحجم طبعا. هلا في بعض الحالات، يعني هذه بالمختبرات لما تاخذوها، لو بدي احسب density لمجسم صلب بحط مستوى معين في الماء، تمام، مستوى معين من الماء، وممكن ارمي حجر او القطعة الماء الصلبة اللي بدي احسب لها density، فراح يطلع جزء من السائل خارج هذا اللي هو السلندر، اللي جراديوس السلندر، فبعرف قديش الكمية اللي طلعت، هي نفسها بتكون حجم الشيء الصلب اللي دخل داخل هذا السوليوشن. في طريقة تانية انه اجيب مستوى معين من المي واحط القطعة الصلبة بداخلها، فبترتفع لحد معين من خلال طرح اللي هو الفاينل فوليوم ناقص الانيشال فوليوم، بقدر انه اعرف قديش حجم هذا المجسم الصلب سواء كان فلز او غيره، لانه الاشياء الصلبه ما لها شكل منتظم اللي اقدر انه اقيس الحجم لها بشكل مباشر. على كل الاحوال بده الماس، طبعا تعرف انت الدنسيتي تساوي الماس على الفوليوم، اذا الماس تساوي الدنسيتي ضرب الفوليوم، وبالتالي الدنسيتي موجوده عندي 4.51 ضرب اللي هو 125.0 مل. هيك بكون انا حصلت على الماس لهذا الفلز، طلع عندي 563.75 طبعا جرام. سي بحكي لي ذا دنسيتي اوف بنزين، معطيني اياها، كالكوليت ذا ماس، معطيني الحجم، يعني بسيط جدا السؤال. فالماس كالمعتاد الدنسيتي ضرب الفوليوم، والدنسيتي معطيني اياها 0.8787، بدي اضربها بالفوليوم اللي هو 0.15 لتر. طبعا هون اياكم توقعوا بهاي الخدعه، بدي انتبه انه الدنسيتي هي جرام لكل مل، والفوليوم اعطاني اياه بالمل. دائما يا جماعه اذا طبقت على قانون الدنسيتي، هذه بدها تكون بالجرام مثلا، اذا هاي بالمل، هاي بتكون جرام لكل مل. يعني الدنسيتي تعتمد على اللي هم وحدات القياس تبعت الماس والفوليوم، وبالتالي ما بصير انه اعوض الفوليوم باللتر والدنسيتي جرام لكل مل، لازم احول وحده للثانيه. فبالعاده احنا بنحول الفوليوم لمل، اذا اني احط 0.15 هذا الكلام خاطئ، لازم احط مكانه اللي هو بدي اضربه ب 1000، فبصير في عندي لو ضربته ب 1000 بصير عندي 150 مل. هيك الصح انه اعوض 150 مل، فبصير 0.8787 ضرب 150 بيطلع عندي الماس بشكل صحيح. بدي انتبه انه اكون الوحدات متناسقة يا جماعة، ما بصير انه تكون واحدة باللتر والاخرى جرام لكل مل. What is the number of significant figures في هذه the quantities؟ طبعا كالقواعد المعتادة، الاربعة اللي درسناهم، او هم خمسة وانا اختصرت لكم اياهم لاربعة. هذا الصفر طبعا يقينا كان عندنا دائما مشكلة بالصفر، صفر إذا وقع بين عددين يحسب، وبالتالي هذول الأرقام كلهم يعتبروا significant figures. إذا we have three significant figures هون، هذه تحسب واقع بين عددين، تحسب جاي على يمين أعداد ويوجد فاصلة عشرية، إذا كلهم يحتسبوا، فبطلع عندي five significant figures. هنا الأسس ما بحكي الهمه كثير، يحسب بين عددين، يحسب جاي على اليمين ويوجد فاصلة عشرية،
إذا في عندنا 5 significant figures أيضا. هنا في عندي الأصفار على اليسار لا تعتبر، وبالتالي we have 2 significant figures. هنا هذول لا يعتبروا، يعتبر جايبين عددين يعتبر، فبطلع عندي 3 significant figures. وهون في عندي 1 significant figure طبعا. هلا إذا كان راح يقول لي واحد هاي مش عارف، إذا كان موقعها هنا يعني إذا كان العدد هيك بصيروا 3 significant figures يا جماعة. أما هاي إذا كانت النقطة جايب الخطأ هون بعد يعني هي نقطة عادية وليس الديسيمال بوت، لأنه جاي بعد اليونت، لازم يكون ضمن إطار الرقم نفسه حتى إني أتكلم عن significant figures ويحتسبوا في ذلك الوقت. أيضا هنا بده significant figures، هنا في عندي 4 ما فيهم مشكلة. هذا في 4 أيضا لأنه الأصفار جاي على اليمين ويوجد فاصلة عشرية. هذا يحسب، هذا بين عددين يحسب، بين عددين يحسب، يحسب الصفر على اليمين ويوجد فاصلة عشرية ضمن حدود الرقم نفسه. إذا we have 6 significant figures. هون في عندي 3 significant figures كون الصفر جاي بين عددين. هنا جميع الأصفار راح تحسب لأنها جاية على اليمين ويوجد فاصلة عشرية ضمن الرقم. إذا في عندي 5 significant figures. هنا عندي 2 significant figures. لاحظوا هاي ما لهاش دخل فيها لأنها جاي وما لهاش دخل أصلا بالقواعد. الآن بدي أني أعمل rounding، عملية تقريب لهذه الأرقام ل4 significant figures and express the result للستاندرد اكسبوننشال نوتيشن. اوكي، يعني بدي يعني اعمل شغلتين، الشغله الاولى اقرب ل4 significant figures، ثم بعد ذلك اكتبه بدلاله الاكسبوننشال نوتيشن. طيب خلينا نشوف بدايه ايه. لو بدي 4 significant figures، هاي 1 2 3 وهي الرابع، بحط الخط تبعا كالمعتاد، بسال حالي سؤال الثلاثه اقل من 5، وانا بشطب جميع الارقام وما بعوضهم باصفار كونه هذول عباره عن ديسيمال بليسز، أي أرقام عشرية لا تؤثر على القيمة، وبالتالي الرقم لما عملنا له راوندينج صار 102.5. الآن بدي أحوله لـ exponential notation، لازم يكون عدد بين 1 و9 وضرب 10 أسس الرقم، وبالتالي لازم الفاصلة تصير بين 1 و0 بهذا الشكل، ثم ضرب 10 قوة كم خانة أنا مشيت؟ مشيت خانتين طبعا، بتكون موجبة لأنه الرقم في البداية كان كبير. شوف بي الآن، هذا يعتبر 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 يعتبر، بحط خط. الآن الثمانية أكثر من 5 بشيلها. لاحظوا هاي ليست ديسيمال بوينت وإنما تبعت الآلاف، وبالتالي هنا أنا مجبر أوضع أصفار مكان هذول، هذه كمعلومة إلكم. الآن الثمانية إذا تعطي 9 والتسعة بتصير 10، فبصير مكانها 0، وبصير في 1 عند 6، فبصير عندي 6 5 7 صفر مكان التسعة نتيجة التقريب، وأصفار مكان الثمانية والصفر للحفاظ على الرقم. الآن هل أنا هيك عندي 4 significant figures؟ لا، بهذا الشكل يا جماعة أنا في عندي 3 significant figures كونه الأصفار جاي على اليمين ولا وجود للفاصل العشرين، وما بقدر أحطها هون ولا هون. إذا حطيتها هون بصيروا 6، لو حطيتها هون بكون أثرت على القيمة وبرضه 6 وهكذا. يعني ما في طريقة إلا إني أعمله بالساينتفك نوتيشن. ساينتفك نوتيشن إنه يصير 6.757 وأحط صفر، هيك أنا ضمنت إنه في عندي 4 significant figures. الآن بحط ضرب 10 أس حتى أحمل قيمة. في هاي الحالة بده يكون 1، بدي أفترضها هون 1 2 3 4 5. إذا أنا مشيت 5 خطوات والرقم بده يكون موجود. هيك أنا حافظت على القيمة وبنفس الوقت أعطيته الشيء اللي بده إياه. شوف هذا العدد 1 2 3 4، بوقف أقل من 5 بحذف، إذا الرقم بده يصفي عندي 008543، وبدي أحوله scientific notation، فبصير عندي 8.543 ضرب 10 أس، مشيت 3 خطوات، إذا 3 طبعا سالب لأنه الرقم في الأصل صغير. نيجي للدي الآن، هذا يعتبر 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 وهذا يعتبر، بحط خط. هذا بدي يعطي 1 لهذا ثم أحذفه، فبصفي عندي 0 0 0 2 5 7، والثمانية بصير 9 نتيجة التقريب.
بدي أحوله ل scientific notation، بصير عندي 2.579 في 10 قوة ناقص سالب 4، لأنه مشيت 4 خطوات وبدي الرقم صغير بالأصل. لأن نيجي لإي e، السالب ما بيأثر، 1 2 3 4، بحط الخط تبعي أقل من 5 بحذف، ما بعوض بأرقام لأنه هذول عبارة عن decimal places، بصير سالب 0.03572 بدون أي تقريب للاثنين. ثم بدي أحوله ل scientific notation، فبصفي عندي 3.5 سالب، طبعا 3.572 في 10 قوة ناقص سالب 2، لأنه حركت الفاصلة العشرية منزلتين والرقم بالأصل هو رقم صغير. شوف السؤال السابع، بحكي لي the diameter of Earth at the equator is، هذا عبارة عن القطر. Round this number to three significant figures، وبده يعني أكتبه على هيئة scientific notation. ما في مشكلة. أول إشي بدي أعمل rounding لثري، فهذا يعتبر، هذا يعتبر، هذا يعتبر، وبحط، لأن يعني الستة أكبر من خمسة، فبعوض اثنين بواحد، ولازم أحط صفر مكان الستة فقط. هذول مش مهمين، لأنه الستة تعتبر رقم صحيح جاي قبل الفاصلة، على يسار الفاصلة. إذن بده نعمل له راوندينج بهذا النمط، 2 7 بهذا سوري 3 3 0، الاثنين بتصير 3، وبدي احط 0 مكان الستة حتى احافظ على القيمة. هلا هيك 3 significant، بدي احوله ل scientific notation، بقول 7.93 وبشيل الصفر حتى يعني اعتبر انه في بده 3 significant figures. ضرب 10 قوة مشيت 3 خطوات، إذا ضرب 10 قوة 3. ننتبه كمان مرة، الصفر بهذا الشكل أنا عملته لسه، عملت فقط التقريب، ومع ذلك هو طابق اللي هو عملية الراوندينج، ما في مشكلة. لكن لما أنا أنقله أو أحوله ل scientific notation، لابد إني أتعامل مع الأصفار، يا بشيل يا بحط، بنفس الوقت بدي أحافظ على القيمة، وبدي ما أهمل الشيء اللي هو أعطاني إياه. أوكي، هنا بتحدث عن المسافة اللي هي من خلال أقطاب الأرض، يعني أو 40,008 كيلومتر. بدي يعني أعمل راوندينج لهذا الرقم لفور سيجنيفيكانت فيجرز، وأيضا أحطه بدلالة الإكسبوننشال نوتيشن. هلا هذا يعتبر، وهذا يعتبر، وهذا يعتبر، هي 3 والأربعة بده 4، وهذا يعتبر بوقفه، لأن هذا أكثر من 5 بيزيد 1 على اللي قبله، ولازم أحط 0 مكانه لأنه عبارة عن عدد صحيح. وما تنسوا إنه هاي لا تعتبر ديسيمال بليس أو ديسيمال بوينت، فبصير 4 صفر صفر، والصفر هذا بصير 1، وبحط 0 مكان الثمانية. الآن بدي أعمل له راوندينج وأحافظ على الفور سيجنيفيكانت فيجرز اللي طلب. الآن 4.001، هلا لو حطيت الصفر بصيروا 5، فأنا بشيله لأنه ما له أي أهمية تذكر. ضرب 10 أس، 1 2 3 4 أس 4 بهذا الشكل. Carry out the following operations and express the answer with appropriate number of significant figures. أوكي، بدي أنا أجري العمليات الحسابية التالية وأراعي فيها هي عملية اللي هو significant figures. كالمعتاد بالنسبة للجمع اتفقنا نتحدث عن decimal points، وبالتالي هنا we have four decimal points أو decimal places، لأنه في عندي 4 أرقام على يمين الفاصل العشرة، بينما هنا two decimal places، فلازم أقرب الجواب ل two decimal places. لكن قبل هيك بدي أحسب اللي هو المجموع، عادي بجري العملية بدون أي مشكلة على الآلة الحاسبة. بداية الجواب اللي بيطلع هي إيه؟ نتيجة الجواب بيطلع 17.0005، هذا هو الناتج اللي حصلنا عليه من خلال عملية الجمع اللي موجودة بإيه. الآن بدي أعمل له راوندينج لكم؟ لأقل ديسيمال بليس موجود اللي هو لتو ديسيمال بليسز، فبقول هاد وهاد وبوقف، هذول الله معاهم، فبصير 17.00. ما بعمل تقريب، وهذول ما بعوضهم بأصفار نهائيا حتى اني احافظ على اللي هو، لانه بتكلم عن ديسيمال بليسز هون،
وما لي دخل بالسيجنيفيكانت فيجرز. نيجي لبي الآن، هنا عملية طرح، أيضا يتم مراعاة الديسيمال بليسز. تمام، نتيجة طرح بي بيطلع عندي 1 0 9 3.43 8 9. لاحظوا أنا كتبت فقط الجواب زي ما طلع معي بالحاسبة تمام. الآن بدي أعمل له راوندينج لكم حسب الديسيمال بليسز الموجودة في السؤال. وأنا في عندي 1 ديسيمال اللي هي 7، وأنا في عندي 4 ديسيمال نتيجة لهاي الأعداد، فأكيد بدي أعمل له راوندينج ل1 ديسيمال، يعني بدي أوقف عند الأربعة وأحط خط، وهذول الله معاهم وما بعوضهم بأي شيء. 1.093.4 هذا هو الجواب. نيجي لسي الآن، سي عملية ضرب، وأيضا في عندي عملية ضرب أخرى، وبالتالي بتكلم عن significant figures. تمام، طبعا هذه الضرب هاي للباور، أكيد إحنا هاي هي العملية الرئيسية اللي موجودة عندنا. على كل الأحوال هي ضرب في المحصل، وبالتالي بدي أراعي significant figures. الأس ماليش فيه كتير أو مش مهم بالنسبة لل significant figures. إذا هون في عندي 3 significant figures، وهون في عندي 1 2 3 4، فبتحدث عن 4 significant figures. إذا بجري عملية الضرب بداية، يعني إذا بدكش تحطه بالأسس ما في مشكلة، وبطلع 8.228.29، بعدين بحوله scientific notation ما بفرق. فهذا أكيد بدي أعمل له rounding لكم؟ round to 3 significant figures. إذا 1 2 3 وأوقف، هذا بيعطيه 1، ولازم أعوضه بصفر وأحذف هذول طبعا، فبصير عندي 8 2 3 0. إذا بدك تكتبه scientific notation ما في مشكلة، فبصير 8.23. إذا بحافظ على 3 significant figures بنزع هذا الصفر، ضرب 10^3، هيك بكون حصلت على العدد ومقرب بالشكل السليم. لأن نيجي لدي، هون عندي عملية قسمة، أيضا بهتم بال significant figures. هون في عندنا 3 significant figures، هون في عندنا 3 significant figures. إذا بجري عملية القسمة بكل سهولة، يطلع عندي الجواب 0.086853766. هلا هذا أكيد بدي أعمله راوندينج لكم؟ راوند 2 3 significant figures بحسب المعطيات الواردة عندي. هذا الأول، هذا الثاني، الثالث، الرابع، بوقف هذول كلهم راح أشيلهم، وبالتالي بصير عندي 0.086885. يعني انت حر الان، هون ما طلب يعني scientific notation، لكن اذا كانت الخيارات يعني ما عندي مشكلة، انا بمشي للي بده اياه هو، بس المهم اني التزم بالشيء اللي بده اياه هو، يعني scientific notation، يعني بقدر اني اخليه هيك، ما حدا بيلزمني اني احاول scientific notation حسب السؤال، هو اللي بيحدد ماهية هذا الموضوع. ايضا هذا السؤال شبيه باللي اخذناه، بدنا نلجأ لنفس الفكرة، في عندي عملية طرح، في عندي عملية قسمة، نلاحظ القسمة بالأقواس وأصلا الأولوية إلها، واتفقنا في حال وجود كومبلكس مثل هيك، يعني مزيج ما بين جمع وطرح وضرب وقسمة، ما بقرب إلا بالخطوة الأخيرة حتى أقلل الأخطاء. فمنزل الرقم الأول كما هو ناقص. الآن بجري عملية القسمة بدون تقريب، بدون تقريب، بس بحط علامة للرقم المفروض إني أقرب عنده. المهم خلينا نوجد الآن عملية القسمة، بيطلع عندي 2.654.13043.35. الآن هون يا جماعة المفروض هذا يتقرب، هذه وفيها 5 significant وهذا 2 significant، يعني المفروض هذا أقربه ل 2 significant، يعني لحد هون. تمام، خلي علامة عنده مفروض 2 significant بس ما بقى. لأن بعد ذلك بجري عملية الطرح، اللي هي 320.5 ناقص الجواب، بطلع عندي ناقص 2.333.63.4.35.
الآن هون المفروض في عملية الطرح أهتم بالديسيمال بليسز، هذه 1 ديسيمال وهذه حدث ولا حرج، يعني فيها 6 ديسيمال، فأكيد بدي أعمل له راوندينج ل 1 ديسيمال، ل 1 ديسيمال بهذا الشكل. تمام، لأنه هنا المفروض يعني بدي أتخيل هذا، المفروض إني أعمله راوندينج ل 1 ديسيمال، المفروض لو بدي أقرب هذا يعني راح يعطيني 2700، أوكي، وأشيل كل هذول، وبالتالي هذا 0 ديسيمال، إذا الأصح إنه أحول ل 0 ديسيمال وليس 6 ديسيمال. إن أنا صحيح ما قربت، بس بدي أتخيل بيني وبين نفسي إني قربت، فبيطلع عندي هذا العدد. تمام، يعني انتم تجروا عملية الطرح كالمعتاد، لاحظوا انا ما قربت هون في عملية القسمة، تجروا عملية الطرح طلع معي العدد، لان بيني وبين نفسي على جنب بعمل عملية الراوندينج حتى اتحقق من وجود كم ديسيمال بليسز. الفكرة ليش عملنا هيك؟ انه لو بدي اعمل راوندينج راح اطرح هذا من هذا بشكل مباشر، هم هذا اللي ما بدهم اياه، هيك بتكون مقدار الايرور اكبر، فبقول لك لا، انت اجري عملية الطرح كما هو بعدين بتعمل الراوندينج، بالتالي هذا لازم يقرب لزيرو ديسيمال، اذا 6 اذا تعطي 3 فبصير في عندي سالب 2 3 3 4 بهذا الشكل، وهيك انا عملت راوندينج لزيرو ديسيمال بليسز. نشوف بي، في عندي عملية طرح وعندي عملية ضرب، طبعا بدي اجري الطرح في البداية لانها بين اقواس. هلا في طريقة اذا بدكم، لاحظوا الاسس هنا مختلفة، يعني هون 10 قوة 5 و10 قوة 3، أنت أمام خيارين، يا بتفك الأسس وتشتغل عادي، يا بتوحد الأسس وبتاخذها عامل مشترك. يعني أنا لو بدي أخلي هذا مثلا ب 14 قوة 3، بدي أحرك الفاصلة لوين؟ لليمين خانتين، يعني بتصير 2 8 5 3 0، تمام؟ ضرب 10 قوة 3 بهذا الشكل إذا بدك، تمام؟ وبالتالي صار الأسس هنا موحد، فبقدر إني أطلع يعني رقم، بيصير رقم ضرب 10 قوة 3، وأتعامل مع الأرقام هاي وهاي، بجوز زي ما بدك، تمام؟ فالخيار لكم، أو بتحول هاي ل 10 قوة 5، يعني مثلا بتصير هاي بدي 0.01200 ضرب 10 قوة 5، هيك برضو جائز، يعني يا هيك يا تشتغل هيك، انت اللي بدك اياه يعني. تمام، على كل الاحوال لو هنا بدنا نجري عملية الطرح هاي، يعني خلينا نعتبر اللي هو 10 قوة 3 هو العامل المشترك، او 10 قوة 5 اذا بدكم، 10 قوة 5، يعني اذا اعتبرنا انه هاي هي اللي حولناها ل 10 قوة 5. الآن هنا عملية طرح المفروض أهتم بالديسيمال بليسز، في عندي 5 ديسيمال بليسز وهون في عندي 1 ديسيمال بليس، المفروض نعمل له راوندينج، بس ما راح نعمل راوندينج. 285.3 ناقص 0.012، بصير عندي 285.288، لسه ما عملت راوندينج، بس المفروض إذا بدك تعمل راوندينج نوقف عند الاثنين مفروض، ثم بعد ذلك ضرب 2.8954، هون بدي أجري عملية الضرب، اثنين ثمانية خمسة فاصلة اثنين ثمانية ثمانية في 10 قوة 5 ضرب 2.8954، يطلع عندي جواب كبير طويل جدا طبعا، 8 2 6 0 2 2 8 7.52. هلا بعمل عملية الراوندينج بناء على السيجنيفيكانت فيجرز، يعني هون في عندي 5 سيجنيفيكانت فيجرز، وهون براعي يا جماعة انه يكون عندي 4 سيجنيفيكانت فيجرز وليس 6، السبب انه انا لو بدي اعمل تقريب على العملية اللي قبلها المفروض اتوقف عند الاثنين، فلو we have 4 significant figures إذن هذا لازم نعمل له rounding ل 4 significant figures. بدخل 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 بوقف،
نحذف هذول ولا تنسوا تحطوا أصفار مكانهم، أصفار مكانهم يا جماعة، حتى لأنهم هذول عبارة عن أرقام صحيحة. إذا هذا بصير 8 2 6 0 ثم 4 أصفار. بدي أحوله scientific notation، ما عندي مشكلة، بس مهم أحافظ على اللي هو السيجنيفيكانت فيجرز المطلوبة. فبصير 8.26، بحط كمان 0.1 فقط، ضرب 10 قوة كم؟ 1 2 3 4 5 6 7، إذا ضرب 10 قوة 7 بهذا الشكل. نشوف سي الآن. سي بدي أجري عملية ضرب وجمع. طبعا أول شيء بدي أجري عملية الضرب بداية. بالضرب هنا بهتم بالسيجنيفيكانت فيجرز، فبجري عملية الضرب أول إشي، وما بعمل راوندينج كالمعتاد. 20,000 بيطلع عندي 90، عملية الضرب الأولى 90. هسا هون خلص ضرب زائد، سوري، زائد 2 8، والله في عندي كمان ضرب. إذا هون بدي أجري عملية الضرب الأخرى أيضا، يعني الزائد بخليه بالآخر. يعني صفت في عندي عمليتين ضرب وعملية جمع، بجري عمليات الضرب المختلفة والجمع على حدة. فهون بدي أعمل عملية الضرب أيضا بدون أي تقريب. ثانية 2 8 1 3 ضرب 12، يطلع عندي 3 3 7 5 6. طبعا المفروض إني أقربه ل two significant figures، المفروض أوقفه لهون. تمام، اوكي. وهذا اصلا 2 significant، وهذا في عنده 5 significant figures، فالمفروض انه هذا اوقفه ل 2 significant figures، يعني المفروض له اوقفه. على كل، الان بجري عملية الجمع، 90 زائد هذا الرقم بيطلع عندي 3 3 8 4 6. الان بتخيل انه هذا قربته، راح يصير عندي 90 وصفر، يحسب كسيجنيفيكانت، لكن ما عنده decimal places، إذا الجواب بيصير 0 decimal places، فبكتفي بوجود هذا الرقم كما هو كونه ما عندي أي decimal places تذكر. بدك تعمله scientific notation، بصير تكتبه هيك 3 في 10 قوة 4. على فكرة هذا يقرب بهذا الشكل. ليش؟ لأنه إذا بدك تحط الفاصلة هون لازم تتخلص من جميع الديسيمال بليسز بهذا الشكل. هذا إذا طلب منك تكتبه كساينتفك نوتيشن. العملية الأخيرة دي، هون في عندي عملية ضرب وعملية طرح وعملية ضرب. بدي أجري عملية الضرب بداية ثم الطرح ثم الضرب، فنمشي خطوة خطوة. أول شيء بننزل هذا الرقم زي ما هو ضرب، وأفتح قوس أيضا هذا الرقم كما هو، ثم بجري عملية الضرب. الآن 3.45 ضرب 108، يطلع عندي 3 7 2.6. تمام، هلا المفروض هنا اعمل راوندينج ل significant figures، يعني 3، يعني المفروض اني اوقف هنا. لان بجري عملية الطرح 1 2 5 5 ناقص 3 7 2.6، يطلع عندي نتيجة الطرح هون 8 8 2.4. هون المفروض اهتم بالديسيمال بليسز، هنا 0 هنا 1 ديسيمال، فالمفروض اوقف عند الاثنين وبجري عملية الضرب في الاخير، والان بعالج حسب المطلوب. ضرب 8 8 2.4، يطلع عندي هذا الرقم 7 6 1 5 1 1.2. هون المفروض اهتم بالسيجنيفيكانت فيجرز، كلاهما بيعطيني 3. ليش؟ لأن المفروض أوقف هنا. إذا هذا لازم نعمله round to 3 significant figures، يعني 7 6 1 الاثنين بتقرب، وبحط أصفار مكانهم 7 6 2 0 0 0 أو scientific notation 7.62 ضرب 10 قوة 5. تقدر هيك وتقدر هيك. يلا طيب، الآن بده ياني أعمل عمليات التحويل المختلفة بناء على conversion factors اللي أنتو شايفينهم مناسبين. فعم تنتبه، في عندي متريك، في عندي انجلش، بتتذكروا مثلا زي هيك متريك، هون متريك، هذول الاثنين سي ودي
هم عبارة عن بريتش، فلازم يكون معطيني معلومات عن التحويل. هلا بنشوفهم. على كل ايه بدي انا احول من مليمتر الى نانومتر، بفترض انه واحد ضرب خط، طبعا ما في طريقة تحويل مباشرة بين المليمتر والنانومتر، فلا بد اني احول الاشي المشترك اللي في ما بينهم اللي هو المتر. اذا هنا بحط مليمتر وهنا بحط متر، هاي بتاخذ واحد وهي 10^ الملي 3، ثم بعد ذلك طبعا الملي بروح مع الملي، ثم بعد ذلك من متر الى نانومتر، هاي بتاخذ واحد اللي فيها بريفكس وهي 10^9. تذكر يا جماعة في طرق مختصرة، تقدر تستخدم طرق مختصرة، لكن أنا ليش ما بفضلها وليش ما علمتكم إياها؟ ما علمتكم إياها لأنه في عمليات تحويل معقدة وشفناها بالشرح، يعني ممكن أنت تروح تحل هذيك بالطريقة تبعتك وتخبص الدنيا، فأنا عشان هيك اتخذت هذه الطريقة اللي بتقنها بصير سريع فيها على فكرة. فالفكرة إنه أنت تتقن الموضوع وتوصل لبر الأمان، أنا ما بدي أعلمك طريقة سريعة وتدخل في الحيط بعدين، الهدف إنه نوصل للإجابة الصحيحة. فبدي أنتبه أكون حريص. إذا هنا بصفي عندي أرقام اللي هي بصير 1 ضرب 10^6 على ما أعتقد، وبيكون الجواب نانومتر. إذا 1 مليمتر يكافئ 1 في 10^6 من النانومتر. بي الملي جرام طبعا كالمعتاد بدي أحوله من ملي جرام إلى جرام بداية، هاي بتاخذ 1، هاي 10^3، الملي مع الملي بروح، بعدين بحط جرام وبحط هنا كيلو جرام، هذا في بريفكس بياخذ 1 وهي 10^3، فالجرام مع الجرام بروح، بصفي عندي 1 في 10^6 لو حسبتوها على الآلة الحاسبة من الكيلو جرام. سي بدي أنا أحول كيلومتر لفيت، هلا هون لازم يكون معطيني في السؤال، بس هون لأنه أصل الكتاب بعتبر إنه هو مرجع، فبإمكانك ترجع للأبندكسز الموجودة في الكتاب وإنك توجد أنت أو تأخذ الكونفرجن فاكتور المناسب، فهاي ممكن إحنا نطولها من النت ما في مشكلة. أوكي، هلا الواحد متر يكافئ 3.28 فيت، والواحد إنش يكافئ 2.54 من السنتيمتر. خليهم في بالكم. تمام، الآن إذا ما في علاقة مباشرة من كيلومتر لفيت، فالعامل المشترك هو المتر إذا بتلاحظوا، فبدي أحول من كيلومتر إلى متر ثم من متر إلى الفيت. هنا بريفكس بياخذ 1 وهي قيمته، ثم بعد ذلك بحط المتر هنا والفيت هنا، فبحط القيم المذكورة في البريتش. اتذكروا دائما النظام الأمريكي اللي فيه بريفكس هو اللي بياخذ 1، النظام البريطاني حسب العلاقة، يعني مش بالضرورة الواحد يكون مع البريفكس، أما بالنظام الأمريكي اللي هم النانو والمايكرو والكيلو والأشياء، النظام البريطاني اللي فيه اللي هم فاكتورز زي الفيت اليارد حكيناهم برضو بالشرح. إذا تطلع هاي بدلالة الفيت. وأخيرا في دي بده يعني إنش تكعيب لسنتيمتر تكعيب، حكينا ما عندنا مشكلة. أول شيء بتعامل مع الكونفرجن فاكتورز بدون التكعيب، وبحط إنش هون وسنتيمتر هون المطلوبة، في علاقة مباشرة حسب العلاقة، هاي 1 وهاي 2.54، يعني هذا قصد. لاحظوا هذا في بريفكس ما أخذ 1، انه هون نظام بريطاني لانه في انش، ثم بعد ذلك بكعب كل شيء الارقام والوحدات، وبعدين بتعامل مع السؤال من الناحيه الرياضيه. فالانش تكعيب ما الانش تكعيب، بصفي عندي اللي هو 2.54 تكعيب. بطلع عندي 16.387 و الإجابة سنتيمتر تكعيب. شوف السؤال اللي بعده using the knowledge، برضه نفس الفكرة، بنيجي على فرع A من مايكرو لملي، 1 مايكرومتر بدي أحوله لمتر بداية، نحط مايكرو تحت والمتر فوق، هاي 1 هاي 10^6،
نكمل الآن. المايكرو مع المايكرو بيروح، ثم من متر لملي متر، هاي واحد لأن فيها بريفكس، هاي 10^3. المتر مع المتر بيروح، فبتصفي عندي 1 × 10^3 من الملي متر. بي بده من ملي سكند لنانو سكند، يعني 1 ملي سكند أكيد بدي أحول لسكند بداية لأنه هي العنصر المشترك، ثم بعد ذلك بحول للنانو. فالملي مع الملي بروح، بعد ذلك سكند بحط نانو سكند هنا، فهي 1 × 10^9. السكند بروح مع السكند، بصفي عندي 1 × 10^6 على ما أعتقد نانو سكند. سي المايل لكيلو، هون طبعا هذول بريتش، تمام، فبتحكي لي انه ال 1 مايل يكافئ 1.609 من الكيلومتر، والفيت تو لتر، خلينا نشوف بالمرة، فيت تو لتر الواحد فيت مكعب يكافئ، 1 فيت تكعيب يكافئ 29.317. هذا على فكرة بفيدكم في تحويل وحدات الثلاجات، يعني بتعرفوا قدم ولتر. على كل، الواحد مايل ضرب، تحط مايل هون والكيلو هنا حسب العلاقة، 1.609 وهذه 1، فبروحوا مع بعض، بصفي عندي 1.609 من الكيلومتر. ودي أخيرا نفس الفكرة، 1 فيت تكعيب ضرب، في علاقة مباشرة، بحط الفيت تكعيب تحت واللتر فوق، حسب الفاكتورز 1 بكافئ 28.317، فالفيت تكعيب مع الفيت تكعيب بروحه، فبيطلع عندي 28.317 من اللتر. انتبهوا على شغلة حكيناها سابقا، إن اللتر يا جماعة يكافئ ديسيمتر تكعيب، والملي لتر يكافئ سنتيمتر تكعيب. هذا في كثير من الأسئلة ممكن يحاولوا يلعبوا على هذا الوتر، يعني لو أجاني مثلا من فيت تكعيب ل مايكرومتر تكعيب هون راح أتفاجأ شوي. فبدنا نتذكر إنه اللتر يكافئ ديسيمتر تكعيب، يعني بشيل اللتر بحط ديسيمتر تكعيب، هيك بصير عندي منطقية في الحل. خلينا نشوف أسئلة أخرى. بيقول لي هون إنه معطيني السبيد بالمتر بير سكند، بدي يعني احولها لكيلو متر بير اور. اذا ايه 1.5.2 ام بير اس، بدي احولها لكيلو متر بير اور. ببدا في البسط بدايه، المتر كيف بدي احوله لكيلو متر؟ في طريقه مباشره، انه الواحد كيلو يكافئ 10^3 من المتر، فهيك صار البسط جاهز. الان ببلش في المقام، عندنا طريقتين، يا اما احوله من سكند لاور بشكل مباشر، او لمنت ثم من منت لاور زي ما تعلمنا سابقا. خليني احولها بهاي الطريقه، انه الدقيقات فيها 60 ثانيه، فالسكند مع السكند بتروح، ثم بعد ذلك بحط المنت فوق بحط الاور تحت، فالواحد اور في 60 دقيقه، فالمنت مع المنت بروح، بصفي عندي 15.2 ضرب 3600 ضرب 10^3، بصير عندي 54.72 كيلو متر بير اور. بي لانك كاباسيتي كذا، فيها حجم، بدي يعني احوله لجالون، وانا اكيد واضح انه هذا النظام بريطاني لانه الجالون وحدة ليست امريكية. اذا هون جالون وليتر، لازم يكون معطيك اياها بالسؤال طبعا. الواحد جالون يكافئ 3.785 من اللتر. فببساطة بمسك هذا الرقم بحول، لأنه في علاقة مباشرة ما بين اللتر والجالون، والواحد جالون يكافئ 3.785 لتر مع اللتر بروح، فبصف عندي اللي هو 5000 تقسيم 3.785، تطلع عندي 1000
321 تقريبا جنون. هل أهتم بالسيجنيفيكانت فيجرز هنا؟ اتفقنا سابقا بالشرح إذا كانت الإجابات متقاربة نعم، أو إذا طلب مني بشكل رئيسي أو مباشر في السؤال إني أستخدم significant figures. ما عدا ذلك مش مهم كثير إنه أهتم significant figures. على كل هنا معطيني طول معين بده، يعني بالفيت بدي أنا أحوله لمتر. إحنا أخذنا في سؤال سابق أن الفيت، والله ما جبناش سيرة الفيت، يعني من فيت لمتر. طيب هذاك الفيت للتر، فيت شو متر، ممكن لكيلو متر. الواحد فيت يكافئ، هذه الكونفرجن فاكتورز تعطى في الامتحان يا جماعة من المتر. طبعا ممكن يعطيك من فيت لمايل، من مايل لكيلو مثلا، برضو هاي يعني. خليني والله اعطيكم اياها، حاب اعطيكم اياها هيك لانه عشان يكون فيها التفكير اكثر، ممكن هيك يجيك في الامتحان يعني. هذا الكونفرجن فاكتور بهالسهولة ما يعطيك اياه مثلا. خلينا نحكي من فيت لمايل، فيت تو ماي، من ماي لكيلو ماي مثلا. اجي اقول لك ال 1 فيت يكافئ 0.00089 ماي، وال ماي لكيلو مثلا ماي تو كيلو، والواحد ماي يكافئ 1.609 كيلو متر. هلا انا اعطيتكم اياه بهذه الهيئه عشان تعرفوا فكره معينه، هو بده من فيت لمتر بس ما في علاقه لمتر، فالفكره انه تحول الفيت لمايل والمايل لكيلو والكيلو لمتر. شوفوا قديش اللفه، فانا اعطيتكم اياه متعمد بهذا الشكل. اذا الفكره انه الفيت بدي احوله لمايل بدايه، بحط الفيت هنا والام اي هنا حسب ما هو ذكر لي 0.00089، وهنا واحد. هيك الفيت مع الفيت بيروح، بعد ذلك بحط المايل بحط الكيلومتر، ف1.06 1.609 بكافئ 1 مايل. بعد ذلك هيك المايل مع المايل بيروح، بعد ذلك بحول الكيلومتر لمتر، الواحد كيلو في 10^3، فالكيلو بروح مع الكيلو بصفي عندي الشيء المطلوب. يعني بحكي 151 ضرب 0.00089 ضرب 1.609 ضرب 1000 بيطلع عندي الجواب 45.92 متر. يعني انتبه على هذا النمط من الأسئلة اللي فيه تشابكات. هون معطيني ريت 60 سنتيمتر بير داي، بده يعني احوله لانش بير اور، واحنا بنعرف انه الواحد انش هاي تعطى في السؤال 2.54 سنتيمتر. تمام، فهو معطيني 60.0 سنتيمتر بير داي. اول شيء بحول البسط اللي هو من سنتيمتر لانش في طريقة مباشرة، انه 2.54 من السنتي فيها 1 انش، هذول بيروحوا مع بعض. ثم بعد ذلك ببدأ في المقام داي والاور. هلا الداي كم اور فيه؟ 24 ساعة. إذا ال 1 داي في 24 اور، فالداي مع الداي بيروح، بصفي عندي هذه العلاقات الرياضية اللي هي 60 تقسيم، بضرب البسط مع البسط 60 في 1 في 1، وبقسمه على كل شيء تم وروده في المقام. عندي 0.984 وإنش بير أور، هيك بصير عندي الريت. شوف السؤال اللي بعده، أيضا هنا عمليات تحويل مختلفة. A بدي أنا أحول داي لسكن، بسيطة. أول شيء بحوله ل أور، أحط الداي تحت والأور فوق، بعرف إنه الداي فيه 24 ساعة. بعد ذلك بحط اللي هو الاور والمينت، بعدين من المينت بحطه
للسكن. إذا بالتدريج دائما بحل هذا السؤال، هنا أور، هنا بحط مينيت، بعرف إنه الساعة تكافئ 60 دقيقة، بعد ذلك المينيت بحولها إلى سكند، والدقيقة تكافئ 60 ثانية. الداي بروح مع الداي، الأور بتروح مع الأور، المينيت بتروح مع المينيت. صف عندي اللي هو الجواب لازم يكون 5 في 24 ضرب 3600 اللي هي 60 في 60، بيطلع عندي 4 3 2 0 0 0 اللي هي الوحدة بتكون سكند. يعني هذول اليوم 5 أيام فيهم هالقد من الثواني. شوف قديش كمية ضخمة من الثواني. بي بدي أنا أحول مايل لمتر، وهاي تعلمنا فكرة عنها سابقة، بس هون بناخذ العلاقة المباشرة مايل تو متر. مايل تو متر هلا بحكي لي إنه الواحد مايل يكافئ 1609.344 متر. أوكي، فإذا 0.0550 مايل ضرب المايل، في علاقة مباشرة مع المتر، الواحد مايل يكافئ 1609.344، فالمايل مع المايل بيروح، إذا بصف عندي 0.055 ضرب 1609.34، بصير عندي 88.5 2 2 اللي هو متر. يعني نيجي لسي، بدي أنا أحول دولار بير، هاي دولار 189 دولار بير جالون، بده إياني أحول لدولار بير لتر. هلا إحنا حسب ما بنعرف عنا بدك أنت الجالون جالون تو لتر، حسب الفاكتور اللي معطيني اياه بيقول لي الواحد جالون يكافئ 3.785 من اللتر، وبالتالي 1.89 دولار بير جالون. بدنا نحول فقط اللي هو المقام، لاحظ البسط نفسه دولار دولار، فالبسط ما ببلش فيه، ببلش في المقام. في عندي علاقة مباشرة ما بين الجالون واللتر، الواحد جالون يكافئ 3.785، عشان هيك الجالون مع الجالون بيروح، فبصفي عندي الوحدة دولار بير لتر، ما علي اللي أقسم لو 1.189 تقسيم 3.785 يطلع عندي 0.5 تقريبا دولار بير لتر. شوف دي الآن بده انش ملي سكند، بده احولها الى اور. اوكي تمام، هلا اول اشي بحكي انه 0.510 انش بير ملي سكند، ببلش في البسط بداية، بحول في علاقة مباشرة ما بين الانش والسنتي، الواحد انش يكافئ 2.54 من السنتي، بعد ذلك السنتي بحوله لمتر، 1 سنتي في 10^2، بعد ذلك المتر بحوله لكيلو متر، 1 كيلو في 10^3، هيك الانش بروح مع الانش، والسنتي بتروح مع السنتي، والمتر بروح مع المتر. صفى عندي البسط جاهز، الآن ظل المقام. الملي سكند بدي أحولها لسكند، بداية الواحد ملي في 10^3، بعد ذلك السكند بدي أحولها لمينت، الدقيقة فيها 60 ثانية، بعد ذلك المينت بدي أحولها لأور، فالساعة تكافئ 60 دقيقة، هيك اللي هو الملي سكند بيروح مع الملي سكند، والسكند بتروح مع السكند، والمينت بتروح مع المينت. شوفوا ما أطول هذا السؤال وما أهمه، سهل بس المهم إنه نلتزم بالقواعد اللي ذكرناها. بضرب كل البيانات اللي في البسط مع بعض و بقسمه على كل المقام اللي مع بعض، مش شيء المقام. إذا بطلع 4، هاي بتروح مع هاي، فـ 46.63
الوحدة المطلوبة كيلو متر بير اور. نشوف اي الآن بديان 22.5 جالون بير مينت أحوله للتر بير سكند. طيب بداية إذا أحول البسط أظن في علاقة مباشرة، نعم الجالون هون والليتر هون، وحسب ما تعلمنا الواحد في أظن 3.785 من اللتر، هيك الجالون مع الجولون بيروح، لأن دور المينت وبده المينت لسكند، إذا المينت لسكند الدقيقة في 60 ثانية، هيك المينت مع المينت بيروح، فصفي عندي لتر بير سكند، يعني 22.5 ضرب 3.785 وبقسمه على 60، فبصفي عندي 1.42 لتر بير سكند. في كمان فرق أظن F في تكعيب لسنتيمتر تكعيب. أوكي بس هون بدي أشوف إذا في فاكتور ما بين الفيت والسنتي، فيت أو فيت تو متر، على الوان فيت يكافئ 0.305 من المتر. خليني أحله هون باللون الأحمر عشان يميزون إنه ما ظل وسع منها. وين بحله؟ هذا فرق F، هذا فرق F يا جماعة. إذا أول شيء 0.025 في التكعيب ضرب، انسوا التكعيب بداية، إذا حول من فيت إلى متر حسب الفاكتور الواحد فيت 0.305 من المتر، بعدين مكعب، تمام؟ ثم بعد ذلك بدي أحوله من متر إلى سنتي لأنه هذا المطلوب، فالواحد سنتي يكافئ 10^2، ثم أيضا مكعب. صفي عندي 0.025 ضرب 0.305 تكعيب تقسيم 10^2 تكعيب اللي هي 10^6، هيك بصير عندي الوحدة بدلالة السنتيمتر تكعيب. إذا 0.025 ضرب 3 تقسيم 10^6، بصير عندي 709.32 سنتيمتر تكعيب. نشوف هذول الوحدات A 0.105 إنش ضرب، بحول من إنش إلى سنتي، الواحد إنش في 2.54، بعد ذلك من سنتي بحول لمتر، ثم بعد ذلك من متر بحول ملي متر، فواحد هو 10^3. صير 0.105 ضرب 0.54 ضرب 10^2 تقسيم 10^3، فعندي 2.667 والوحدة ملي متر. من الإنش بتروح مع الإنش، سنتي مع السنتي، والمتر مع المتر. نشوف بي الآن بده كوارتر لمايل، وهي أيضا وحدة حجم، كوارت على الواحد كوارتر أو كوارت، واحد كوارت يكافئ 0.946 من اللتر. طبعا خليني أطلع كل الفاكتورز عشان مرة واحدة تصير عملية الحساب. ياردز، 1 متر يكافئ 1.094 يارد، هاي النظام بريطاني، لأنه هنا بلزمني فيت وباوند بالجرام، باوند بالجرام، باوند يكافئ 0.454 كيلو جرام، وأيضا بدي فيت، فيت كيوبيك ومتر كيوبيك،
أو سنتيمتر مل. فيت مكعب، الواحد فيت يكافئ 2 8 3 1 6.847 ملي. شايفين كيف عملية الوحدات لو بدنا نمشيها بالطريقة السهلة مستحيل حدا يقدر يحلها بهاي الجودة بصراحة. سبعين هنا باوند، خلاص هيك يعني خلينا بي الآن 0.650 كوارت بير ام ال. لا شو بير يعني حوله 2 ام. اوكي في علاقة مباشرة، في علاقة مباشرة مع اللتر، اذا الكوارت مع اللتر. ال 1 كوارت يكافئ 0.946، ثم بعد ذلك من لتر الى مل، والواحد مل بكافئ 10 قوى ناقص. هيك بهالبساطة انا بحكي 0.65 ضرب 0.946 تقسيم 10 قوى ناقص 3 614.9 مليليتر. يلا سي دي يعني 8.75 مايكرومتر بير سكند، بدي احوله لكيلومتر بير اور. فبشيل المايكرومتر بحوله لمتر، وزي ما بعرف المايكرو 10 قوة ناقص 6، بعد ذلك المتر بحوله لكيلومتر، الواحد كيلو يكافئ 10 قوة 3، بعد ذلك ببدأ بالسكند، السكند لمينت، أو خلينا نحطها أور. خلاص الساعة يا جماعة 3600 ثانية، أور الساعة 3600 ثانية. تمام هيك المايكرو مع المايكرو بيروح، المتر مع المتر بيروح، السكند مع السكند بيروح. صفي عندي الوحدة كيلو متر بير أور، بتعامل مع الأرقام 8.75 ضرب 10 أس ناقص 6 ضرب 3600، ثم بقسمه على 10 أس 3، يطلع عندي 3.15 ضرب 10 قوة ناقص 5 كيلو متر بير أور. بالنسبة للحسابات يا جماعة أنا بحاول إني أحسب بأسرع طريق ممكن حتى أقلل مدة التسجيل بالنسبة لكم. في حال يعني أخطأت بشيء يعني بتمنى أنكم يعني ما بحاول إني أجاهد أن ما أخطئ، لكني يعني نتيجة السرعة أحيانا ممكن يؤدي لخطأ معين. طيب بده متر تكعيب ليارد تكعيب. هلأ في عندي علاقة ما بين اليارد والمتر، حيث أن المتر يكافئ 1.094 من اليارد. طبعا بدي تكعيب فبكعب، عشان المتر تكعيب يروح مع المتر تكعيب، بصف عندي 1.955 ضرب 1.094 تكعيب، يطلع عندي 2.56 يارد تكعيب. الآن E 3.99 دولار بير باوند، بدي أحوله لدولار بير كيلوغرام. يعني لاحظوا البسط ما اشتغل فيه نهائيا، وبس بده المقام. في علاقة مباشرة بين الباوند والكيلو هيها، إذا بحط هنا الباوند في البسط عشان أختصرها معها، بحط الكيلوغرام تحت، فالواحد باوند حسب هاي العلاقة 0.454، فالباوند مع الباوند بيروح، بصفي عندي 3.99 تقسيم 0.454، صار عندي 8.789 في، والوحدة هي دولار بير كيلوغرام. طيب شوف آخر وحدة الـ F 8.75 باوند بير فيت تكعيب. شوف عمليات التحويل ما أعقدها يا جماعة، إذا ما لجأت بهذه الطريقة مستحيل تقدر تجاوب، راح تضيع. فعشان هيك علمتكم هاي الطريقة، لأن هنا بدأ بالبسط ثم المقام، بدي أحول من باوند لجرام. طبعا في علاقة بين الباوند والكيلوغرام اللي هي 0.454، ثم الباوند مع الباوند بروح. الآن من كيلوغرام لجرام، الواحد كيلو يكافئ 10 قوة 3، إذا هيك البسط صار جاهز. الآن دور المقام، المقام الفيت تكعيب بده يعني لمل، في عندي علاقة مباشرة الفيت
للمل، وحسب ما ذكر لي في العلاقة اللي هو يساوي 2 8 3 1 6.847. طبعا لازم أكعب لأنه بدي إياه فيه تكعيب ومليمتر. مليمتر تكعيب في السنة. طب والله خلينا نتأكد بس من النقطة هاي. هذه في التكعيب، أنا آسف، هي أصلا تكعيب، مفيش داعي إني أكعب لأنه هي أصلا تكعيب. أقول إنه بصير في خلل يعني. تمام، إذا هيك الباوند مع الباوند بروح، الكيلوغرام مع الكيلوغرام، وأيضا الفي التكعيب مع الفي التكعيب، فبيطلع عندي لو حسبتهم 8.75 ضرب 0.45 ضرب 1000 تقسيم 2 8 3 1 6.847، بيطلع عندي 0.14 اللي هو جرام بير مل. شوف، هاي واحدة من وحدات الدنسيتي على فكرة. شوف هنا، how many liters of wine can be held in capacity، معطيني جالون. طبعا هون لازم يكون معطيك زي ما حكينا الجالون يكافئ 3.785 اعتقد من اللتر. فايه ببساطة بنقول 31 جالون ضرب جالون، وهون لتر، هنا واحد، وهنا 3.785. الجالون مع الجالون بروح وبصير 31 ضرب 3.785، بطلع عندي 117.34 من اللتر. بي the recommended drug treatment asthma ملي جرام بير كيلوغرام، معطيني هنا جرعة معينة الكويس دوز ملي جرام بير كذا باوند من الجسم. طيب الباوند من الشخص، في باوند لكيلو جرام كانت العلاقة، مش عارف كم كانت. أيوة 0.454، 1 باوند 0.4، 1 باوند 0.454 من الكيلو جرام. تمام أوكي، لهون هو معطيني 6 ملي جرام بير كيلو جرام، بدي يعني أحوله لملي جرام بير كذا باوند. تمام، هلا احنا بنعرف انه البسط زي ما هو ما اختلف، هلا بس ضل نبلش في المقام، اذا نحول الجرام على 185 باوند، مزبوط، هو 1 باوند. هلا الواحد باوند بكافئ 0.454، طب ليش حاطين هذا الرقم؟ لانه هو ما قال لي بير واحد، لو هاي شالها نحط العلاقة مباشرة، الواحد باوند يكافئ هالقد من كيلو جرام، لكن هون أعطاني إيش؟ 185، فلا بد أني أحطها وأشوف كم الباوند الواحد كم بكافئ. فستة ضرب 0.454 تقسيم 185، بس طلع عندي الجرعة لكل 185 0.0147 هو ملي جرام بير باوند، لكل باوند. أور تقدر تكتبها 6 ضرب 0.454 اللي هي 2.724 ملي جرام بير 185 باوند، إذا بدك هيك يجوز. يعني هذه ما تقسمها، خليها على جنب، تتعامل مع كل الأرقام بس بتخلي الرقم بهذا الشكل. أنا هون اختصرت، صارت كذا ملي بير 1 باوند، او هاد ب 2.724 بير 185 باوند. اوكي، هون بده المسافة هاي نحولها، هاي يعني هالقد لتر لكل كيلومتر بده، يعني او هالقد مسافة بير لتر. تمام، بده يعني احولها لمايل بير جالون. قديش كانت المايل للكيلو؟
أنا أعتقد أن المايل يكافئ 1.609 الكيلومتر، والله أعلم. على كل، هو المطلوب هنا من سي أن أحول 400 كيلومتر لكل 47.3 لتر، بدي أحولها إلى مايل بير جالون. فببدأ في البسط، أحط الكيلو تحت والمايل فوق، بعرف إن الواحد مايل يكافئ 1.609، تمام. فالكيلو بتروح مع الكيلو، ثم بعد ذلك اللتر بدي أحوله لجالون. اللتر والجالون أنا بعرف إنه ال 1 جالون يكافئ 3.785، والله العظيم. إذا هنا اللتر مع اللتر بصفي مايل بير جالون، فبحسب وبضرب الأرقام اللي نتجتنا. إذا 400 ضرب 3.8 تقسيم 47.3 ضرب 1.609، وعندي 19.89 مايل بير جالون، هو الوحدة المطلوبة بالنسبة لي. هنا دي بيقول لي باوند اوف كافي، معطيني 50 كبس، والكب يكافئ 1 كوارت. تمام. How many milliliter can obtained from 1 gram؟ نشوف السؤال، يعني في العيب. في العيب لو بقول لي الباوند من الكوفي بينز في 50 كاس، يعني أول علاقة أعطاني إياها إنه الوان باوند يكافئ 50 كب، على كلام حكى لي علاقة تانية إنه الفور كابس يكافئ 1 كوارت. المطلوب how many milliliters of coffee can be obtained from 1 gram، يعني هذول بدك تعرف كم جرام فيهم، تمام. ثم بعد ذلك تحول هذول الجرام ل مليليتر، هيك بده. بس بدنا نشوف الرابط العجيب يعني ما بين الكوارت والمل. كوارت ولا الكوارت يكافئ 0.946 من الليتر، هيك ماشي الحال. طيب هلا الفكرة انه هو عنده 50 كب، تمام. نضرب الكابس بدي احولهم لكوارت، حسب ما هو حكى الفور كابس في 1 كوارت، بعد ذلك الكوارت بدي احوله للتر. شوفوا يعني انا الهدف الكوارت احوله لجرام، بزبطش ما هو حجمها بيطلع بالمل، يعني كم مل بس هو بده. بشوف علاقة الباوند بالجرام، الواحد باوند يكافئ 0.454 الكيلوغرام، تمام. يعني الفايف كابس، خليني أشطب هيك أحسن، نمشي خطوة خطوة أفضل. الآن الواحد باوند طيب كأنه بين إيدينا 0.45 كيلو جرام، لأنه هي تكافئ 1 باوند، بدي أحوله ل جرام، الواحد كيلو 10^3 اللي هي نفسها 1 باوند، يعني هذا كأنه أنا عملته باوند، هذا يكافئ 50، يعني الجرام ما شو جرام.
كأنه بحكي لي 454 جرام تكافئ 50. اه هيك أفضل، هيك بدي أبلش في هاي أحسن. هلا إحنا الباوند يكافئ القد من الكيلوغرام، اللي هي بيننا وبين نفسنا تكافئ القد جرام، فأنا بدي أرابط ما بين الجرام والباوند عشان أقدر إني يعني أمشي في الموضوع. فأنا بعرف إنه 454 جرام بين إيدي، وبعرف إنه الجرام أربعمية وأربعة وخمسين جرام اللي هي تكافئ 50 كب. نعم تمام. الآن الفور كبس ون كوارت، والون كوارت هي 0.946 مليلتر، واللتر يكافئ أو الملي يكافئ 10 ناقص مليلتر. هيك بطلع عندي بدلالة ايه، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب بطلع يعني 50 ضرب 0.946 تقسيم 4 في 10 أس ناقص 2 بطلع 1000 أو 11825 مليليتر. هيك الفرجة. The density of air معطيني الـ density، بده الماس الكيلوغرام of the air، أو هاي عشان الحجم تمام. أول شي بطلع الفوليوم اللي هو عبارة عن هذا 14.5 ضرب 16.5 ضرب 8، يطلع عندي 1914 في تكعيب، هذا الحجم تمام. وعندي الدنسيتي تكافئ 1.19 جرام لكل لتر. هذه الأسئلة زي هيك تحويلات بصراحة ممكن يجي عليها أسئلة كثير. هلا المطلوب يوجد الماس بس بالكيلوغرام تمام. أول شيء الفوليوم لازم نوحد اللي هو نحول هاي للتر تمام. فلذلك بنشوف العلاقة ما بين الفيت في التكعيب الواحد فيت تكعيب يكافئ 2 لتر، ليش 28.317 من اللتر تمام. أول شيء بدي أحول الفوليوم عشان يكون متناسق مع اللي هو الدنسيتي، فالفيت تكعيب يكافئ 28.317 من اللتر. إذا هذول بيروحوا مع بعض، يصفي الفوليوم بدلالة اللتر الآن 1914 ضرب 28.317، يطلع عندي 54.198.74 من اللتر، هذا الفوليوم تمام. الآن بعد ذلك أنا بعرف إنه الماس تساوي الدنسيتي في الفوليوم، وبالتالي 1.19 ضرب 1.98.74 من اللتر عشان تطلع معي الماس في الجرام، ثم بعد ذلك بدي أحولها ل كيلو جرام. طبعا بدي أحولها أكيد لجرام، 1 كيلو فيه 1000 جرام، إذا نقسم هاي على 1000 وتصير 64.496 تقريبا طبعا كيلو جرام. هيك بكون أنا وصلت للتارجت اللي هو بدي. شوف هذا السؤال، the concentration of carbon معطيني إياه هيك تركيز، بده الماس مليجرامز، ومعطيني عشان أوجد الفوليوم. إذا كالمعتاد الفوليوم بدي أضرب هذول كلهم في بعض، 11 ضرب 11.5 ضرب 20.5، يطلع عندي 2.95 93.25 في التكعيب، ثم بدي أحولها هاي لمتر تكعيب للأمانة. ليش لمتر تكعيب؟ لأنه وحدة
إذا بتلاحظوا وحدة الدنسيتي بير متر تكعيب، وبالتالي هو بحكي لي إنه الواحد فيه تكعيب يكافئ 0.0283 من المتر تكعيب. إذا هاي بقول ضرب، نحط خط، هنا الفيت تكعيب وهنا المتر تكعيب، فالواحد فيه تكعيب يكافئ 0.0283، الفيت تكعيب مع الفيت تكعيب بيطلع، فبصفي عندي 2.95 3.25 ضرب 0.0283، بطلع عندي 73.39 متر تكعيب. الآن صرنا جاهزين لحساب الماس اللي هي عبارة عن density في الفوليوم، ف48 مايكرو جرام بير متر تكعيب لو ضربناهم ب اللي هو 73.3 متر تكعيب، لأن متر تكعيب مع المتر تكعيب بيروح عندي، فبصفي عندي الآن الماس بالمايكرو جرام، 48 ضرب 88.9 صار عندي 3522.72 مايكرو جرام. هلا بدي احولها هاي لجرام حسب ما هو طالب في السؤال، لما قال لي يا بدي اياها بالجرامز، اذا المايكرو جرام بحولها لجرام، الواحد مايكرو يكافئ 10^-6، ف بدي اضربه ب10^-6 هو بيطلع 3.52 times 10 to the power minus 3 جرام، هيك بكون اوجدته بالوحدة اللي هو بده اياها. By using estimation techniques, arrange these items in order of shortest to longest. معطيني أطوال بوحدات مختلفة، بدي أنا أرتبهم من الأقصر للأطول، حتى أقدر إني أرتبهم لابد إنه أوحد اليونتس تبعونهم. فخلينا نتفق مثلا إنه نحولهم كلهم لسنتيمتر. فهاي لو بدنا نحولها ل 14 إنش ضرب الواحد إنش يكافئ 2.54 سنتيمتر، اللي هي تكافئ 35.56 سنتيمتر. والمتر هاي بقدر اني احولها لسانتي ايضا، المتر وسنتيمتر، الواحد سنتي في 10^-2، فهي بتطلع 1.1 تقسيم 10 أس سالب 2، تطلع 110 سنتيمتر. الآن بقدر إني أرتبهم from shortest هاي shortest، بعدين بيجي هاي القيمة، ثم أخيرا هاي القيمة بعد ما حولتهم لوحدات مشتركة. هذا السؤال برضه جميل، فكرته جميل. بقول لي what type of quantity for example length volume density، حسب المل هو volume طبعا، سنتيمتر تربيع هي area مساحة، مليمتر تكعيب هو volume، وهاي كلفن ات تمبرتشر، نانومتر لينك طول، البيكو سكند تايم، ملي جرام بير لتر، هاي دنسيتي انا ماس على فوليوم. هنا معطيني ماس لسامبل لسوليد موجود بالفلاسك، تلوين in which the solid is insoluble is added to the flask، يعني أضاف عليه تلوين، والتوتال فوليوم للسوليد والليكويد معا طلع 50، إذا هذا V total، هاي V في هاي ماس للسوليد فقط، تمام. بعدين السوليد والتلوين مع بعض هاي الماس، إذا هاي ماس توتال، والدنسيتي للتلوين هاي، أعطيني الدنسيتي أوف تلوين. بده density للسوليد، يعني سؤال جيد جميل، فيه فكرة، فيه نوع من التفكير. هلا عندي density السوليد، هو المطلوب ايش؟ بده density السوليد، المفروض density السوليد تساوي mass السوليد، يعني حتى نقدر نوجدها لابد من وجود mass solid و V solid. mass السوليد موجودة، density مجهولة وال V مجهول كمان. لو رجعنا للسؤال ما في V، في V توتال،
الفكرة إنه أطلع الفي تلوين من أول شيء بدي أطلع ماس تلوين، شوفوا كيف فكرة السؤال. اللي هي الماس توتال كتلتهم مع ناقص كتلة السوليد لحال، بيطلع عندي كتلة اللي هو التلوين، يعني 58.58 ناقص 32.65، هاي أول نقطة. إذا بقول 58.58 ناقص 32.65 بيطلع عندي 25.93 جرام. ثم بعد ذلك من الماس التلوين والدنسيتي للتلوين بطلع الفوليوم اوف تلوين، والفوليوم هو عبارة عن الماس على الدنسيتي. الماس طلعناها من شوي، والدنسيتي اوريدي معنا بالسؤال، بقدر اطلع الفوليوم. اذا هاي 8 4 بيطلع عندي 30 مل، تمام، لان الدنسيتي جرام لكل مل. الان بدي اطلع فوليوم السوليد، انا عندي الفي توتال اللي هو 50، في توتال ناقص في تلوين بحصل على الفي سوليد عشان اقدر احسب الدنسيتي فاينلي، اللي هي 50 ناقص 30 بيطلع عندي 20 مل. الان صرنا جاهزين للدنسيتي ما دام عندي الماس، وعندي ايضا اللي هو الماس والسوليد اعطاني اياها في البدايه، بعرفش 32 و65، 32 و65 على 20 اللي هو حجم السوليد، هيك بكون طلعت الدنسيتي. شوف السؤال يعني فيه لف ودوران، بس يعني فكرته تحترم للأمانة، ممكن يجي عليها سؤال في الامتحان. إذا هاي جرام لكل من. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلول الأسئلة على تشابتر 1 بجميع الأفكار الواردة في هذا التشابتر. أمنياتي لكم بالتوفيق، وإن شاء الله نراكم في حلول أسئلة وتسجيلات أخرى فيما يتعلق بمادتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.